الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هتيجي نتكلم على ليسون 2 بالنسبه للاكس ام ال. طيب اكس ام ال اكستنسبل مارك اب لانجويج، لغه الاكس ام ال الغير محدود الوصف، اللي هي زي ما اتكلمنا قبل كده اللي هي ستراكشرد هيكلي وسيمي ستراكشرد ان واند ان ستراكشرد داتا اللي هي غير منظمه. الان ستراكشرد داتا اللي هي ليميتد انديكيشن of the of data document that contains information embedded within it، يعني إشارة بالإشارة اللي هي المحدودة لوثائق البيانات بيحتوي على بيانات بداخلها. طبعا الحاجات دي هنتكلم عليها لو هي في الشرح بتاعنا، محتاجين يكون الشرح بتاعها شرح وافي. HTML tag اللي هو text that appears between angled brackets. ال HTML tags بتاعها لازم يكون كده قوس مفتوح ومقفول، بداية الجملة الخاصة بلغة ال HTML تكون بين قوس، وهنشرحها نبينها دلوقتي. ال end tags بيبقى ال slash القوس وبعد كده ال slash وبعد كده الكلام بتاعنا وبنقفل. نهاية الجملة الخاصة بلغة ال HTML تكون بين قوس بدايتها slash. تمام. هنا ال HTML uses a large number of predefined tags، بيستخدم ال HTML عدد كبير من العلامات المحددة مسبقا، يعني كل التاجز بتاعت ال HTML الكلام اللي موجود جواه ده محدد مسبقا او معرف، يعني ما ينفعش ان انا ما اشتغلش بيه. طيب ال HTML documents، بالنسبة لل HTML document الدوكيومنت بتاع ال HTML او الملف بتاعهم do not include schema information about type of data، ما فيش حاجه اسمها جواه ما بيحتويش على سكيما وداتا تايب وحاجات زي كده، هي تاجز ومعروفه. الاستاتيك اتش تي ام ال بيج اللي هي صفحات الاتش تي ام ال اللي هي الاستاتيك اللي هي الثابته، جميع المعلومات التي يتم ماشي جميع المعلومات التي يتم عرضها بوضوح صراحه كنص ثابت في ملف HTML، زي ما هنشوف كده قدامنا في ملف، طبعا عرضه احسن ملف الكبير زي ما احنا شايفين هنا قدامنا ال HTML اللي بنفتح التاج ونكتب HTML ونقفل. الهيدر بنفتح ونكتب هيد ونقفل، طبعا كابتر او سمول مش بتفرق، وبنقفل هنا بالهيد وبعد كده البادي وبعد كده اتش 1 اللي هو الهيدر ده بيجي بفونت اكبر، وبعد كده اتش 2 اللي هو الهيدر الاصغر، وبعد كده مثلا بنفتح بص بعد كده التيبل والويتس العرض 100%، البوردر اللي هو البوردر بتاعه عامله بزيرو، السيل بادنج، الحاجات طبعا دي كلها لازم يكون في عندنا وقت نشرحها لو محتاجينها، والتي ار طبعا والتي دي والويتس بتاعهم شغل تاني. وطبعا زي ما فتحنا التيبل بنقفل التيبل، الهيدر بنفتح بنقفل، لو جينا هنا تحت برضو البادي قفلناه وال HTML قفلناه. ده بالنسبة للنقط دي اللي احنا شغالين عليها. نبتدي نكمل الشرح بتاعنا. ال XML and HTML. ال XML is not a replacement for HTML، طبعا لغة ال XML ليست بديلة لغة ال HTML. ال XML was designed to carry data، صممت لغة ال XML لتحمل بيانات. ال XML and HTML were designed with different goal، صممت كل من لغة ال XML ولغة ال HTML أهداف مختلفة، طبعا كل واحدة لها شكل ووضع غير التاني. ال XML was designed to describe data and to focus on what data is، صممت لغة ال XML لتصف البيانات ولتسلط الضوء على ما هي هذه البيانات. ال HTML was designed to display data and to focus on how data looks، صممت لغة ال HTML لتعرض البيانات ولتسلط الضوء على شكل البيانات. HTML is about displaying information،
وايد اكس ام ال از اباوت ديسكرايب انفورميشن، لغه الاتش تي ام ال تكون عارضه للبيانات بينما لغه الاكس ام ال تصف البيانات. الاتش تي ام ال زي ما احنا اتفقنا بيكتب جواها كود، الكود ده لما نيجي نعمل ران للبيدج بتاعتنا بيبين داتا، لكن الاكس ام ال بيصف داتا وبننقل بيها عن طريقها الداتا. الاتش تي ام ال is for humans. HTML describes web pages. لغة ال HTML تصف صفحات الانترنت. You don't want to see error messages about the web pages you visit. انت مش محتاج او انت مش عايز، انت لا تريد ان ترى اي رسائل خطأ في الصفحات التي تقوم بزيارتها. اكيد طبعا اي واحد بيفتح البيج بتاعته البراوسر مش عايز يشوف اي error message تظهر قدامه. البراوسرز ignore and or correct as many HTML errors as they can, so HTML is often sloppy. طبعا مش هنتكلم عن sloppy دي، يعني نحاول نوضحها بطريقة تانية. متصفح بيتجاهل او بيصحح بعض اخطاء لغة ال HTML كما هي هذه الاخطاء، لذلك لغة ال HTML غالبا هنقول عليها غير نظيفة. يعني ماشي، ال XML is for computers. ال XML describe data، تستخدم لغة ال XML لوصف البيانات. The rules are strict and errors and not allowed. القواعد تكون صارمة والأخطاء غير مسموح بها. طبعا لأن احنا بننقل الداتا والداتا بيكون محتاجينها، فينفعش يكون الداتا فيها أي مجال للخطأ. In this way XML is like a programming language. طبعا في الطريقة ده او في الطريقة دي لغة ال XML بتكون مثل لغة البرمجة. Current version of most browsers can display XML. معظم الاصدارات الحالية من صفحات الويب تستطيع ان تعرض لغة ال XML، زي طبعا انترنت اكسبلورر والكروم والاوبرا والفايرفوكس، كل دي متصفحات بتعرض فيها الحاجة اللي احنا شغالين بيها. بنرجع نكمل الدرس بتاعنا. الاكس ام ال تاجز ار نوت بريديفايند، علامات لغه الاكس ام ال غير محدده مسبقا. طبعا لان الاكس ام ال ممكن افتح تاج واكتب فيه صفيه، اكتب فيه بدور، اكتب فيه محمد، اكتب فيه محمود، افتح القوس اكتب محمود واقفل القوس، بعد كده عملت التاج بتاعي والاتريبيوت بتاعي. تمام، هنا you must invent your own tags، يعني يجب ان تخترع الاقواس الخاصه بك. زي ما انا قلت هختار الاسم اللي انا عايزه وهعمل بيه التاج بتاعي، وكده كده انا بريتريف الداتا دي او بقرا او بشوف ملف الاكس ام اللي ده بعمل له كاتش واقرا اللي جواه واعرضه بالطريقه اللي انا عايزها. the tags used to mark up HTML documents and the structured of HTML documents are predefined. العلامات المستخدمة لترميز مستندات ال HTML وهيكل مستندات ال HTML محدد مسبقا. مؤلف مستندات هنا the author of HTML documents can only use tags that are defined in the HTML standard. اللي هو طبعا مؤلف مستندات ال HTML بيستخدم فقط الأقواس المعروفة فقط بلغة ال HTML. يعني لو أنا دلوقتي بفتح تاج وبكتب فيه أي كلمة وبستخدم لغة ال HTML والكلمة دي مش معرفة للكمبايلر أو الحاجة اللي بتقرا الكود بتاع ال HTML مش هيقراها وهيعتبرها إنها تكست أو كتابة عادية. يعني لو أنا بكتب كود ال HTML ونسيت براكتس، يعني نسيت اللي هو التاج بتاعي او القوس بتاعي فتحه او قافله وكتبته مش هيعتبره ان هو ده من ضمن لغه ال HTML، وهيعتبره ان هو تكست كله عادي ويظهر قدامي على البيج. XML allows the author to define his own tags and his own document structured, hence the term extensible. تسمح لغة ال XML المؤلف اللي يعرف الأقواس الخاصة به لهيكلة الوثائق، ومن هنا تكون اللغة غير محدودة.
اكس ام ال هيراريكال تري داتا موديل. لغه الاكس ام ال هرميه اللي هي يعني شجر لنماذج البيانات. element and attributes العناصر والسمات. main structuring concept used to construct and XML document. ال elements and attributes طبعا العناصر والسمات. main structuring concepts used to construct an XML document طبعا مفاهيم هيكلة رئيسية بتستخدم لبناء وثيقة لغة ال XML. الحاجات دي برضو كلها هنوضحها. complex elements اللي هي العناصر المعقدة. constructed from other elements hierarchically انشئت من عناصر اخرى هرمية. simple elements العناصر البسيطة. contains data values بتحتوي على قيم للبيانات. ال XML tag names اسماء اقواس. لغة ال XML. describe the meaning of the data elements in the document تصف معنى عناصر البيانات في الوثائق. طيب خلينا نشوف الجزئية دي. زي ما احنا شايفين ال XML اللي عندنا بيبدأ التاج بتاعه كده وينتهي ماشي دي بتاعت البروجكت ماشي بينتهي كده. بكتب الفيرجن وبحط الفيرجن بتاعه. ستاند الون يس بيستخدم الواحد ايوه. وبنقفل التاجز بتاعته. عملت هنا بروجكت اللي هي مشاريع حطيت جوه بروجكت. والبروجكت فتحت له النيم بتاعي وقفلته والنمبر وقفلته وكتبته جواه الداتا بتاعته عشان بعد كده اقدر اقراه. واللوكيشن برضو والديبارتمنت نمبر اللي رقم الإدارة بتاعتي. والوركرز اللي جواه فتحت سان أقراه وكتبت جواه رقم واللاست نيم وكذا. الحاجات كلها اللي هي موجودة كلها طبعا ثابتة وكلها زي بعض. طيب ده بالنسبة للجزئية دي. طيب طبعا هنا زي انتومي اوف اكس ام ال دوكيومنت بنشرح هنا دي الاكس ام ال حطينا هنا فيرجن اسمها اكس ام ال ديكليريشن. برضو بنضيف هنا الاكس ام ال الستايل شيت التايب بتاعه تكست على اكس اس ال. اكس ال طبعا ده طريقه عرض الملفات. الاتش ريف يعني الملف بتاعي ده بيريفير لملف اسمه تمبلت دوت اكس اس ال. دي بروسيسنج انستراكشن. وبعد كده هنا الكومنت وانا عايز اكتب كومنت. المبرمج وهو بيكتب بيكون بيكتب كومنت خاص بيه او لو حد تاني معايا في نفس التيم بيكمل ورايا الشغل فممكن اعمل كومنت اللي هو مثلا فايل نيم وبكتب اسمه اسم الملف بتاعي هيبقى كذا. بيبلوجرافي حطيت جواه طبعا فتحته وقفلت هنا الحته دي اسمها كلها روت اوف دوكيومنت elements. دي بداية الروت بتاعتي والعناصر اللي انا حطيتها. البوك حطيت له هنا الايس بين بتاعه واحد وكذا. ده طبعا ده اسمه اتريبيوت الجزء دون. طبعا تبقى حاجات متعارف عليها. التايتل اللي بيبان عندي في الصفحة بتاعتي جافا. الاسم طبعا واحد اسمه مصطفى السنة سنة 1995. وقفلت البوك بتاعه وفتحت بوك تاني كتبت فيه اوراكل وبرضو المؤلف بتاعه عماد و 1973 وقفلت. طبعا دي element nested within root elements. طبعا هنا جواه هنا ادي element و nested يعني جواها بعض اللي هي الايه element العناصر برضو جواها خاصة بالبيت. زي ما احنا شايفين موضوع الداتا دي سهلة مش صعبة. ال XML component
components of an XML document. طبعا ال elements اللي هي العناصر. each element has a beginning and ending tag. كل عنصر له بداية ونهاية اللي هو التاج, وزي ما قلنا الداتا جواه ودي ايه النهاية بتاعته. ال elements can be empty, ممكن العنصر يكون فاضي. ال attribute اللي هي السمة بتاعته او الصفة بتدسكرايب ان element زي الداتا تايب او الداتا رينج, وصف العنصر, نوع البيانات او نطاق البيانات. can only appear on beginning tag, بيظهر فقط في بداية الاقواس زي هو اللي هو البوك ايس بين, وحطينا ده اسمه السمة بتاعته اللي هي اللي جواه. طيب البروسيسنج انستراكشنز اللي هي تعليمات المعالجه, انكودنج سبيسيفيكيشن يونيكود باي ديفولت اللي هي مواصفات التشفير, النيم سبيس ديكليريشن اللي هو وصف او تعريف الاسم, والسكيما ديكليريشن اللي هو وصف او تعريف المخطط. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.